إذا أجواء احتفالية كبيرة ترافق لقاء الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، لقاء الأجواء، لقاء كلاسيكي تقليدي بين مدرستين عريقتين في كرة القدم. إذا اللقاء رقم 96 في البطولة، أتحدث عن البطولة، لقاء 96 بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. إذا أجواء كبيرة هنا في ملعب 7 نوفمبر بيرادس، جماهير غفيرة من أنصار الفريقين تتابع هذه المباراة طبعا بين صاحب الطليعة الترجي الرياضي التونسي وصاحب المرتبة الثالثة النادي الإفريقي. طاقم تحكيم أجنبي وفرنسي بالتحديد يدير هذه المباراة، حكم فرنسي مشهور إيريك بولا، دولي منذ سنة 1999، إذن يدير هذه المباراة وهو الحكم رقم 20 الأجنبي ليدير لقاء أجوار بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. أمامكم خالد بدرة، إذن روح رياضية بين محمد الكشر وخالد بدرة قبل هذه المباراة إذن في ملعب 7 نوفمبر بيرادس. وطبعا أجواء كما قلت رائقة في هذه المباراة. نمر مباشرة إلى تشكيلة الفريقين، هذه فكرة عن الجماهير الحاضرة في الملعب 7 نوفمبر بيرادس. إذن الترجي الرياضي التونسي الفريق الضيف: جون جاك تيزي، محمد الجيزاني، زياد البحاري، راضي الجعايدي، خالد بدرة، جوهر المناري، مراد المالكي، كريم قازي، حمد الحرباوي، اسكندر السويح، وكمال زعيم. هذه ال 11 الاساسي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. اذا يدرب الفريق طبعا الارجنتيني اوسكار فيلون. نمشيو الى تشكيله النادي الافريقي. خالد عزيز في حراسة المرمى، وسام بن يحيى على اليمين، جمال الرحوم على اليسار في المحور، محمد مكشر وكريم السعيدي، رباعي وسط الميدان باب توري، خالد المولي، أشرف الخلفاوي وطارق سالم، وثنائي الهجوم محمد السليتي ونبيل المساوي. قلت هذا 11 الأساسي بالنسبة للنادي الإفريقي. نمشيو للاحتياطي الترجي الرياضي التونسي: رؤوف الرتولي، عامر دربال، عمواد ياكي، وليد ياكي، معين الشعباني، بلال الاحمر، وعصام جمعه. اذا هذوما اللاعبين الاحتياطيين بالنسبه الى الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه الى النادي الافريقي: انيس الزيتوني، حلمي الغزواني، شكري الزعلاني، هشام بن خالد، عصام التوجاني، انيس القروي، ورضوان بوزيان. طبعا طاقم تحكيم فرنسي: إيريك بولا أمامكم، يساعدوكم من دانيال بيكينيا وفيليب بياغيل، حكم الرابع عادل زهمون، والمراقب المباراة لحبيب ناني. وبعد لحظات إذا مشتاط إشارة انطلاق هذه المقابلة، وفي هذه اللحظة بالضبط إذا يعطي الحكم الفرنسي إيريك بولا، إيريك بولا إذا إشارة انطلاق هذه المباراة، والكرة في حوز دفاع الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة راضي الجعايدي، راضي الجعايدي يغير اتجاه اللاعب البحاري، البحاري اللي يحمل قميص رقم 10 من جهة اليسار، يرجع بالكرة لخالد بدرة، خالد بدرة، خالد بدرة وراضي الجعايدي، محمد الجيزاني في الرواق الأيمن لدفاع الترجي الرياضي التونسي، يرفع كرة عالية وتدخل من دفاع النادي الإفريقي، وتمشي الكرة لخالد المولهي، خالد المولهي كرة طويلة فمرايا. فما رايا اذا مخالفه تسلل لصالح الترجي الرياضي التونسي. امامكم الحكم المساعد الاول دانيال بيكينيا. تتنفذ مخالفه التسلل، تمشي خالد بدره، خالد بدره، محمد الجيزاني، محمد الجيزاني يرجع الكره لراضي الجعايدي، راضي الجعايدي طويله في اتجاه مراد المالكي، لكن تدخل من وسام بن يحيى، فما خالد بدره، رجع كره من دفاع الترجي الرياضي التونسي، ما زالت الكرة في حوزة النادي الإفريقي. محمد السليتي، لكن تفتك الكرة من خالد بدرة طويلة، توصل الكرة لحمدي الحربية، لكن فما مخالفة، مخالفة لدفاع النادي الإفريقي. يقول الحكم الفرنسي كولا محمد الكشر، كريم السعيدي، كريم السعيدي، ويسام بن يحيى،
وسام بن يحيى وتقطع من زياد البحاري وترجع الكرة من النادي الافريقي من جديد، الكرة في حوزة الترجي الرياضي التونسي عن طريق كمال زعيم. وزياد البحاري فهو مخالف لصالح النادي الافريقي تنفذ بسرعة. مولهي، مولهي مازال محافظ على كورته. خالد مولهي، خالد مولهي، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى، الكرة في لصالح النادي الافريقي واول هجوم لصالح النادي الافريقي والكرة يقضيها جون جاكتيزي على مرتين. كانت تسديدة من نبيل الميساوي واول هجوم لصالح النادي الافريقي. تسديدة من نبيل الميساوي وياخذ الكرة الحارس جون جاكتيزي على مرتين. والهجوم لصالح الترجي وحمدي الحرباوي، حمدي الحرباوي مازال محافظ على كورة تحاول يتوغل تفتك الكرة ويتعكس الهجوم لصالح النادي الافريقي. خالد المولهي، اشرف الخلفاوي، طويلة من اشرف الخلفاوي في اتجاه محمد السليتي لكن التدخل كان من خالد بدرة ما يخوش الكرة. خالد المولهي تمشي تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. 3 دقائق لعب تقريبا يعادل العملية الأخيرة لصالح النادي الإفريقي. تزيد التبديل المساوي يخذ على مارتين الحارس الإيفواري للترجي الرياضي التونسي جاك تيزي. اسكندر السويح، جوهر المناري، زياد البحايري وتفتك الكرة. فما مخالفة، مخالفة لصالح النادي الإفريقي. وسام بن يحيى، كريم السعيدي، وسام بن يحيى، وبن يحيى محمد المكشر، محمد المكشر، محمد المكشر في اتجاه محمد السليتي والتدخل من محمد الجيزاني يحط كرة في التماس، تماس لصالح النادي الافريقي. جمال الحومة، جمال الحومة يرفع كرة عالية والتدخل من خالد بدرة قائد فريق الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة. وضيع الكرة على الترجي الرياضي التونسي وسام بن يحيى، وسام بن يحيى يتحصل على تمس، تمس لصالح النادي الافريقي. وسام بن يحيى من جديد الكرة في حوزة طارق سالم، طارق سالم يحاول يراوغ وتفتك الكرة من كمال زعايم. اسكندر السويح، اسكندر السويع ضيع عليه الكرة، طارق سالم، طارق حب يمرر الكرة المساوي لكن تقطع من خالد بدرة تمشي لزياد البحايري، زياد البحايري طويلة من زياد البحايري. حمدي الحرباوي هو أمامكم يتحصل على تماس بعد تدخل كريم السعيدي. فكرة عن الجماهير الحاضرة من أنصار الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة. المخالفة تماس، تماس تتنفذ بسرعة تمشي كرة جوهر المناري، جوهر المناري الجعايدي، الجعايدي وطويلة ما فماش تسلل ياخذ كرة زياد البحايري يرفع كرة زياد البحايري وتدخل من دفاع النادي الافريقي في مرة أولى. ثم خالد المولي والحرباوي يلمس هذه الكرة وما زالت فرصة لصالح الترجي الرياضي التونسي. والتسديدة الأخيرة من حمدي الحرباوي في دين الحارس خالد عزيز. هي إعادة اسكندر السويح يمهد لحمدي الحرباوي والتسديدة في الحقيقة ما كانتش قوية من حمدي الحرباوي تمشي مباشرة في دين الحارس خالد عزيز. كشف وسام بن يحيى، كريم السعيدي، كريم السعيدي محمد المكشر، محمد المكشر، جمال الحومة، أشرف الخلفاوي. ترجع من جديد الكره لدفاع الترجي الرياضي التونسي محمد الجيزاني في اتجاه مراد المالكي وتمشي الكره مباشره للحارس خالد عزيز. خالد عزيز يخير يحط الكره في التماس، تماس لصالح النادي الافريقي. محمد المكشر، محمد المكشر يرجع من الكرة لكريم السعيدي، كريم السعيدي، باب توري، باب توري، باب توري من جديد محمد المكشر، محمد المكشر طويلة في اتجاه نبيل المساوي، نبيل المساوي وتقطع الكرة من راضي جعايدي، جوهر المناري،
كمال زعيم الاسكندر سويح، اسكندر سويح مازال محافظ على كورته. زياد البحال في اتجاه حمدي الحرباوي، حمدي الحرباوي مازال محافظ على كورته. تخرج الكرة التماست، كان التدخل من محمد الكشر أمام كمال زعيم، تخرج كرة تماس لصالح الترجي النادي التونسي. زياد البحاري في تنفيذ التماس، تدخل من كريم السعيدي قبل ما تخرج التماس، كانت من وسام بن يحيى، ترجع الكرة لصالح نادي فريق أشرف الخلفاوي. أشرف الخلفاوي معه كريم غازي، مر الكرة جمال رحومة، باهي من جمال رحومة، والحكم يعطي مخالفة لصالح نادي فريق. إذن ترجع الكرة من جديد لصالح النادي الإفريقي، ترجع من دفاع الترجي الرياضي التونسي. وأمامكم الصورة إذن غير واضحة طبعا، هذه الشماريخ كانت من أحباء الفريقين، كانت كثيرة شماريخ الأنصار الناديين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، إذن أثرت على الصورة اللي يتفرج فيها طبعا المشاهد اللي يتبع في هذه المباراة مباشرة. إذن الصورة طبعا مش واضحة لأن وقع استعمال الشماريخ من أنصار الفريقين في هذه المباراة، هذه بين قوسين حبينا نوضحوا الأمور من الناحية التقنية. نرجع إلى هذه المباراة، إذن تماس لصالح النادي الإفريقي، تمشي الكرة لكريم السعيدي، كريم السعيدي، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى، والكرة لصالح طارق سالم لصالح النادي الإفريقي، حب يبعد من زياد البحاري لكن يدخل ظهير أيسر الترجي الرياضي، يحط الكرة بالتماس، نبيل المساوي ومعاه خالد بدرة، تقطع هذه الكرة تمشي مراد المالكي، مراد المالكي يوزع عليه الكرة كريم السعيدي، والتدخل من كمال زعيم وخالد بدرة يبعد هذه الكرة، ومن جديد المولهي، المولهي تمشي الكرة وسام بن يحيى في اتجاه أشرف الخلفاوي، أشرف الخلفاوي، طارق سالم، طارق سالم، جمال رحومة، جمال رحومة يحاول يسدد وتصدم الكرة بمحمد السليتي وترجع لصالح الترجي التونسي. حمدي الحرباوي، حمدي الحرباوي، حمدي الحرباوي مازال محافظ على كورته، ومعاكسة تمشي باب توري، باب توري ومعاه جوهر المناري، وترجع الكرة من جديد لصالح النادي الإفريقي. بابتوري من جديد، كريم السعيدي، كريم السعيدي، 10 دقائق لعب تقريبا منذ انطلاق هذه المباراة، والنتيجة التعادل 0-0 بين الفريقين. والإطار طبعا الجولة السادسة إياب للبطولة الوطنية لكرة القدم. وسام بن يحيى معه اسكندر السويح، ويتحسن مدافع النادي الإفريقي على تماس. أشرف الخرفاوي، لكن زياد البحاري يدخل الكرة، تخرج تماس من جديد لصالح النادي الإفريقي، ومن جديد وسام بن يحيى باش يتولى تنفيذ التماس. وسام بن يحيى في اتجاه نبيل المساوي، معه خالد بدرة، ومخالف يقول إيريك بولا لصالح النادي الإفريقي، ولصالح مهاجم النادي الإفريقي نبيل المساوي، من مخالفة لصالح النادي الإفريقي. وامامكم جاكتيزي يوجه في الدفاع، دفاع الترجي الرياضي التونسي طبعا، الجدار الدفاعي في الحقيقة متكون من زعيم وسويح والمولهي، خالد المولهي في تنفيذ هذه المخالفة، تتنفذ في وتمشي 6 متر، تلمس احد مهاجمي النادي الافريقي، وعلى ما يبدو محمد السليتي، تخرج 6 متر، كانت في القائم الاول من المولهي، خالد المولهي، الكرة تلمس محمد السليتي، تخرج ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي. إعادة ترجع الكرة من جديد في وسط الميدان لصالح النادي الإفريقي. جمال رحومة على اليسار مازال محافظ على كورته، معاه كريم غازي،
يتحصل الترجي الرياضي التونسي على تماس، تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. محمد الجيزاني في تنفيذ التماس، كريم غازي المخت وترجع لباب توري لصالح النادي الافريقي. باهية من جديد الهجوم لصالح النادي الافريقي، الكرة في اتجاه نبيل ميسي، وفما خالد بدرة وجون جاك تيزي ياخذ هذه الكرة. محمد الجيزاني، محمد الجيزاني، محمد الجيزاني على اليمين، فما راضي الجعايدي، راضي الجعايدي اسكندر السويح، اسكندر السويح وراد المالكي، وراد المالكي وتحصل على مخالفة بعد تدخل باب توري. منكم مراد المالكي اللي تحصل على مخالفة، وتشجيعات متواصلة هنا في المدينة الأولمبية 7 نوفمبر بيرادس، تشجيعات متواصلة من أنصار الفريقين الترجي التونسي والنادي الأفريقي. والتوزيع وترجع من وسام بن يحيى في مناطق دفاع النادي الأفريقي، ترجع الكرة لإسكندر السويح، إسكندر السويح في اتجاه حمدي الحرباوي، تخرج الكرة فما مخالفة، يقول لدفاع النادي الأفريقي المساعد الحكم الثاني على اثر هذه اللقطه لمحمد المكشر. اشاره كانت مساعد الحكم الثاني فيليب بياغي يقول مخالفه، تنفذ المخالفه. وسام بن يحيى، كريم السعيدي، محمد المكشر، ويرجع جمال الرحومه، كانت ربما تشكل خطوره على دفاع النادي الافريقي. ومخالفه هذه المره لصالح الترجي الرياضي التونسي، محمد السليتي، مخالفه اذا لصالح الترجي الرياضي التونسي. اسكندر السويح صانع العاب الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراه اللي ربما الطريقه ما يعتمدها المدرب الارجنتيني اوسكار فيلون في هذه المباراه 4-3-2-1، بينما النادي الافريقي يعتمد على الطريقه الكلاسيكيه 4-4-2. اسكندر السويح التوزيع وبيخش كره راضي الجعايدي وترجع من الدفاع على النادي الافريقي، فما نبيل المساوي ومخالفه، مخالفه بعد تدخل لزياد البحاري، ويعيط اريك بولا لزياد البحاري بانذار شفاهي، وجه الحكم اريك بولا لزياد البحاري، ومخالفه لصالح النادي الافريقي. وسام بن يحيى في تنفيذ المخالفه، يرجع بالكره لكريم السعيدي، كريم السعيدي، كريم السعيدي، وسام بن يحيى وهو من العناصر الواعده في صفوف النادي الافريقي. وسام بن يحيى في تنفيذ التماس، نبيل المساوي، التدخل كان من خالد بدره وطويله، ما فما حد، فما كريم السعيدي في استقبال هذه الكره. كريم السعيدي، كريم السعيدي طويلة في اتجاه محمد السليتي، معاه خالد بدرة، محمد السليتي، ويتدخل زياد البحيري، مش يقول الحكم إيريك بولا، يقول مخالفة، مخالفة لصالح النادي الأفريقي بعد هذه اللقطة والإشارة من مساعد الحكم الأول دانيال بيجينيا، لم مخالفة لصالح النادي الأفريقي. مش بعيدة على الركنية، المخالفة في التنفيذ، طارق سالم لاعب اليساري، طارق سالم في تنفيذ المخالفة. تتنفذ من طارق سالم وترجع وتخرج الكرة، ضربة مرمى، ضربة مرمى. حوار بين نبيل المساوي وزيد البحاري، تخرج الكره، والحوار بين المساوي وزيد البحاري في الاخير، تخرج الكره ضمن ضربه مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي. ضربه مرمى في التنفيذ، راضي الجعايدي، 16 دقيقه لعب، اكثر من ربع ساعه منذ انطلاق هذه المباراه، والتعادل السلبي إلى حد الآن بين الفريقين. راضي الجعايدي، راضي الجعايدي، الجوهر المناري، جوهر المناري
اسكندر السويح، الكره توصل اسكندر السويح، اسكندر السويح مازال في حوزته الكره في اتجاه حمدي الحرباوي، يلمس كره بالراس، يخرج خالد عزايز ياخذ هذه الكره بيده، خالد عزايز بسرعه، وسام بن يحيى، كريم السعيدي، كريم السعيدي طويله، فما راضي جعايدي في التغطيه قبل نبيل المساوي، خالد المولي يبعد على كريم غازي، يمرر الكره لجمال الرحومه، جمال الرحومه وما فهموش طارق سالم، والكره تضيع على النادي الافريقي، امامكم جمال الرحومه ما فهموش زميله طارق سالم، اذا تخرج الكره تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. نفذ التماس مراد المالكي، جور المناري، جور المناري مازال محافظ على كورته، ما فماش مخالفه يقول الحكم يتوصل لها باش يخلفوا هذا الهجوم لصالح النادي الافريقي في اتجاه محمد سليتي، ويخرج جون جاك تيزيي قبل سليتي يحط الكره في التماس، تماس لصالح النادي الافريقي. معكم جون جاك تيزيي، طارق سالم، طارق سالم ما توصلش الكره، تقطع من دفاع الترجي الرياضي التونسي، تعكس الهجوم السوايح لكمال زعيم، وفما حد ما فهموش مراد المالكي، والكره تمشي لدفاع النادي الافريقي. كريم السعيدي، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى طويله في اتجاه المساوي، والتدخل كان من خالد بدره، حط الكره في التماس. توجيهات طبعا اوسكار فيلور، وسام بن يحيى في تنفيذ التماس، تنفذ من وسام بن يحيى، ترجع من زياد البحاري وكريم غازي، كريم غازي اللي سجل حضوره في هذه المباراة بعد غياب طويل، إذا الغياب كان بداعي الإصابة. باب توري توصل الكرة نبيل المساوي داخل مناطق الجزاء، المساوي يحاول يبعد ومازال محافظ على كورته، تمشي لأشرف الخلفاوي والتسديد لكن ضيع على المولي، وتعكس الهجوم لصالح الترجي الرياضي التونسي، حمدي الحرباوي، مراد المالكي يضيع عليه الكره، وتمشي الباب توري والهجوم من جديد لصالح النادي الافريقي، طويله في اتجاه محمد السليتي، محمد السليتي امامه راضي الجعايدي، محمد السليتي يبعد على راضي الجعايدي، وباهي التمريره والتسديد المرة أولى من أشرف الخلفاوي، لكن في المرة الثانية أشرف الخلفاوي ما كانتش التوزيعة محكمة، وتضيع فرصة على النادي الإفريقي مباشرة في دين حارج جورجاك تيزي. قلت بالنسبة للترجي الرياضي التونسي إذا يسجل عودة كريم غازي ومقابل غياب طبعا علي الزيتوني، بدأ يرجع تدريجيا إلى أجواء التمارين، طبعا مجاز بالنسبة لهذه المباراة، وكذلك جوزي كليتون اللي يغيب عن هذه المباراة لأسباب تأديبية مخالفة لصالح النادي الإفريقي. وسام بن يحيى، وسام بن يحيى في تنفيذ هذه المخالفة، تتنفذ من وسام بن يحيى وتزيد الرأسية، فما راية، فما راية، كان في موقع تسلل أشرف الخلفاوي، مخالف تسلل لصالح الترجي الرياضي التونسي، هذا بنك احتياطي النادي الافريقي، كان تمهيد بالراس من المساوي، لكن اشرف الخلفاوي كان في موقع تسلل، لأن ترجع الكره لصالح الترجي الرياضي التونسي، اسكندر السويح، 20 دقيقه لعب، وامامكم النتيجه، تعادل الى حد الان بين الفريقين دون اهداف. خالد المولي، جمال رحومة، طويلة من جمال رحومة وجون جاك تيزي قبل المساوي، زياد البحايري، زياد البحايري من أشرف الخلفاوي، تلمس الكرة وسام بن يحيى، فما مخالفة والتدخل من زياد البحايري كلف هذه المرة إنذار، وهو الإنذار الأول في هذه المباراة، إذا بعد تدخل على أشرف الخلفاوي، من يرفع الحكم الفرنسي إريك بولا الورقة الصفراء الأولى في هذه المباراة في وجه اللاعب زياد البحاري بعد تدخله الأخيرة أمامكم أمام أشرف الخلفاوي، إذا المخالفة لصالح النادي الإفريقي. ما
احمد زيد البحيري لان مخالفه لصالح النادي الافريقي. وخالد ليمون اللي الاختصاصي في النادي الافريقي في الكرات في تنفيذ الكرات الثابته، لان خالد ليمون في تنفيذ المخالفه تتنفذ وترجع من خالد بدره كره عاليه وزيد البحاري بالراس تمشي للكره التوري ويرفع كره توري والتدخل من كريم غازي ومن جديد الكره عند طارق سالم صالح النادي الافريقي. طارق سالم يرجع بالكره لخالد المولي. خالد المولي جمال رحومه في اتجاه توري ومع زيد البحاري مر الكره وسام بن يحيى في اتجاه نبيل المساوي. فما رايا من المخالفة لصالح النادي الترجي الأفريقي تنفذ بسرعة تمشي كرة جوهر المناري محمد الجيزاني على اليمين جوهر المناري يغير اتجاه اللاعب على اليسار زياد البحاري أمام أشرف الخرفاوي للكرة في اتجاه مراد المالكي وفما مخالفة ضد كريم السعيد أمامكم مراد المالكي يتحصل على مخالفة بعد تدخل من كريم السعيدي واللقطة الأخيرة والتدخل كان من كريم غازي لاعب الجزائر الترجي التونسي في مناطق دفاع الترجي وبعد الكرة الأخيرة لأن مخالفة لصالح الترجي التونسي واسكندر سويح في تنفيذ هذه المخالفة أمامكم حمدي الحرباوي من كوكبة من مدافعي النادي الإفريقي واسكندر سويح في تنفيذ هذه المخالفة حوار بين السعيدي والجعادي والتنفيذ من اسكندر السويح وياخذ الكره خالد عزيز ياخذ هذه الكره خالد عزيز امام حمدي الحرباوي ترجع الكره من كريم سعيد او حوار بين الحرباوي وعزيز وفي الاخير تقول الكلمه الاخيره لحارس النادي الافريقي محمد المكشر من جديد ترجع الكره محمد المكشر جمال الحومه طويله على جمال الحومه الكره تخرج تماس لصالح الترجي التونسي محمد الجيزاني نفذ التماس امامكم كريم غازي اللاعب الجزائري للترجي التونسي ترجع الكره من كريم سعيدي تمشي مباشره لجوهر المناري محمد الجيزاني جوهر المناري مراد المالكي ما ياخذش هذه الكره تضيع عليه ترجع للنادي الافريقي لكن يدخل كريم غازي ياخذ هذه الكره معاه طارق سالم تمشي لمحمد الجيزاني يرجع بدور الكره لراضي جعايدي تخرج الكرة تماس تمرير راضي جعايدي لكريم غازي شاهدوا في الصورة أمامكم تخرج تماس لصالح النادي الإفريقي جمال الحومة في تنفيذ التماس محمد المكشر لكريم السعيدي كريم السعيدي وسام بن يحيى يعمل مراوغة لكن تمريرته مخرة تمشي خالد بدرة تضيع الكرة فما مخالفة تضيع الكرة على الحرباوي ولكن الحكم إيريك بولا يقول مخالفة لصالح الترجي التونسي 25 دقيقة منذ انطلاق هذه المباراة والتعادل إلى حد الآن دون أهداف بين النادي الإفريقي والترجي التونسي تماس لصالح الترجي التونسي أمامكم زياد البحايري يرفع كرة في مناطق دفاع النادي الافريقي لكن التدخل كان محمد مكشر ترجع من جديد الكرة لجوهر المناري في اتجاه حمدي الحرباوي ولكن خالد عزيز يخرج قبل كريم غازي ياخذ هذه الكرة كرة ترجع الكرة من جديد لصالح الترجي التونسي فما مخالفة من جديد حبيت نذكر من جديد السادة النظارة اللي تابعوا في اللقاء مباشرة عبر الشاشة الصغيرة انه الشماريخ اللي استعملها انصار الفريقين قبل المباراة
وعند انطلاقها أثرت على الصورة. إذا الصورة اللي شاهدوا فيها ربما مش واضحة لديكم طبعا، فمش خلل فني على مستوى الأجهزة الفنية لمؤسسة إذاعة التلفزيون التونسية، لكن الشماريخ اللي استعملها أنصار الفريقين طبعا أثرت على الصورة اللي ربما ما تسلكمش واضحة في بيوتكم. إذا طبعا نلتمس العذر بالنسبة للسادة المشاهدين. طبعا بفعل هذه إذا تأثرت الصورة بفعل الشماريخ اللي استعملوها إذا أنصار الناديين منذ انطلاق هذه المباراة. هذا حبيت نقطة إذا بالنسبة للسادة المشاهدين ليستفسروا عن ربما رداءة الصورة لتوصلهم في بيوتهم. نرجع إذا إلى المباراة، وكرة تماس لصالح النادي الإفريقي. كريم السعيدي تمشي لخالد عزيز من جديد، وسام بن يحيى كرة طويلة مباشرة يخليها زيد البحائري، تخرج تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. نفذ التماس من زياد البحاري، وفما مخالفة يرتكبها وسام بن يحيى على اسكندر السويح، مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. زياد البحاري في تنفيذ المخالفة، تتنفذ تمشي الكرة خالد بدر لكن مخطئة، ياخذ كرة محمد السليتي، والتدخل من رضي الجعايدي والحكم يقول ما فما شيء. كرة تخرج تماس لصالح النادي الإفريقي، ويتوجه الحكم طبعا لإيريك بولا لمحمد سليتي هو التدخل الأخير. إذا يقول ما فما شيء إيريك بولا الحكم الفرنسي، تخرج كرة تماس لصالح النادي الإفريقي. وسام بن يحيى في تنفيذ التماس، وسام بن يحيى من جديد مازال محافظ على كورته مع اسكندر السويح، يرفع الكرة برجله اليسار، والتسديدة الرأسية مش قوية لكن ربما كانت تباغت الحارس جون جاك تيزي. كرة محمد سليتي هي إعادة ما كانتش قوية لكن كانت في زاوية أخرى، ربما كانت تغالت الحارس الإيفواري للترجي التونسي لكن مرت جانبية، ضربة مرمى لصالح الترجي التونسي. في التنفيذ رضي الجعايدي، كمال زعيم متويلة، فما باب توري ومقطوعة من خالد بدر، يرفع كرة عالية في اتجاه حمدي الحرباوي في اتجاه اسكندر السويح ومعاه خالد المولي. اسكندر السويح ويمرر الكرة لكريم غازي، طويل على كريم غازي، إذا تخرج ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي. هي عاد اللقطة الأخيرة، حوار كان بين اسكندر السويح وخالد المولي. إذا في التنفيذ خالد عزيز، ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي. وعلى مستوى خط وسط الميدان ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي، خالد اسكندر السويح محمد الجيزاني، ما توصلش الكرة لحمدي الحرباوي، تخرج ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي. نص ساعة لعب بالضبط منذ انطلاق هذه المباراة، هذا اللقاء التقليدي الكلاسيكي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، اللقاء رقم 96 بين الناديين. اذا والنتيجه التعادل دون اهداف، قلت اللقاء رقم 96، 95 لقاء اذا داروا بين الفريقين منذ الاستقلال الى حد الان في اطار البطوله. 21 انتصار للنادي الافريقي، 37 انتصار للترجي الرياضي التونسي، و37 مباراة انتهت بالتعادل. النادي الافريقي كان سجل 81 هدف في هذه اللقاءات بين الفريقين، الترجي الرياضي التونسي 112 هدف. اذا هذا اللقاء اذا رقم 96 يديره الحكم الاجنبي يدير لقاءات الفريقين، يدير الحكم إيريك بولا، وهو الحكم رقم 20
مدير لقاءات الأجواء بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي منذ موسم 64 و65، وهذه الأرقام طبعا لزميل عماد الكيلاني. إذا المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي واسكندر السويح، اسكندر السويح في تنفيذ هذه المخالفة تتنفذ، وكريم السعيدي تخرج الكرة ركنية، يلبس الكرة كريم السعيدي بالراس وركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي. ركنية كنت تشاهدوا في بعض اللاعبين الاحتياطيين بالحركات التسخينية، كنت تشاهدوا في اللاعب رقم 14 وليد كنت تبعوا هذه الركنية. التوزيع والهدف الأول، والهدف الأول عن طريق مراد المالكي. الركنية تتنفذ، التنفيذ كان اسكندر السويح في القائم الأول، ومراد المالكي بتسديدة رأسية لخالد الحارس خالد عزيز، ويفتتح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 32 من هذه المباراة. إذن افتتح النتيجة هنا في المدينة الرياضية 7 نوفمبر، أو التوزيع في القائم الأول من اسكندر السويح، وتليق مراد المالكي دون رقابة يسدد ويخالط الحارس خالد عزيز، ويفتتح النتيجة لصالح الترجي التونسي. دقيقة 32، الترجي هدف النادي الإفريقي لا شيء، أي إعادة من زاوية أخرى لهدف مراد المالكي. ترجع الكرة إذا لصالح النادي الإفريقي. كريم السعيدي يرجع إلى حارس مرمى خالد عزيز. راضي الشعايدي. كريم غازي محمد الجيزاني كرة طويلة. وطبعا كما تشاهدوا ربما وقع استعمال مرة أخرى الشماريخ بعد تسجيل هدف الترجي الرياضي التونسي، وهذا ما يأثر على الصورة اللي توصلكم في بيوتكم. طبعا وهذا ما يأثر على الصورة اللي كما قلت توصلكم بيوتكم، على كل بفعل الشماريخ اللي يقع استعمالها من أنصار الفريقين في هذه المباراة. ترجع الكرة من جديد لصالح النادي الإفريقي لدفاع النادي الإفريقي. ترجع الكرة من كريم السعيدي، فما راضي عادي في التغطية بالراس يحط الكرة تماس. 34 دقيقة لعب، وتغيير النتيجة في دقيقة 32 عن طريق مراد المالكي. أمامكم إعادة لهدف مراد المالكي، إذا تتغير النتيجة منذ الدقيقة 32 لصالح الترجي الرياضي التونسي. هدف كان بإمضاء اللاعب مراد المالكي. تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي، زياد البحاري في تنفيذ التماس. زياد البحايري، فما كريم سعيد قبل مراد المالكي، ترجع من جديد لزياد البحايري، وتخرج الكره تماس هذه المره لصالح النادي الافريقي. وسام بن يحيى في تنفيذ تماس. باب توري خالد المولي، توري جمال رحومه، جمال رحومه، والتدخل من محمد الجيزاني، وتماس لصالح النادي الافريقي. جمال رحومه في تنفيذ التماس، ترجع له من جديد جمال رحومه. طارق سالم باهي المراهم، طارق سالم يتحصل على مخالفة، مخالفة لصالح النادي الإفريقي. أمامكم طارق سالم، العملية يتحصل عليه على مخالفة طارق سالم بعد تدخل كان من جور الماري واسكندر السويح. من مخالفة لصالح النادي الإفريقي، خالد المولهي في تنفيذ هذه المخالفة. خالد مولي يستعد لتنفيذ المخالفه لصالح النادي الافريقي. كوكب من المدافعين والمهاجمين في منطقه الترجي الرياضي التونسي تتنفذ، والكره مباشره في دين حارج تيزي. يدو تيزي لاسكندر السويح، اسكندر السويح في اتجاه حمدي الحرباوي. فما رايه، فما مخالفه لصالح مدافع المهاجم الترجي التونسي حمدي الحرباوي. اشاره من مساعد الحكم الثاني، فما لبسه يد ربما من مدافع النادي الافريقي. امامكم محمد الكاشلي، اذا المخالفه، مخالفه لصالح الترجي الرياضي التونسي. واسكندر السويح في تنفيذ هذه المخالفه،
اسكندر السويح. جوهر المناري، محمد القيزاني، كريم غازي دخلت على هذه الكرة، ترجع له كريم غازي. كريم غازي مازال محافظ على كورته. كريم غازي تمشي مراد المالكي، يضيع عليه مراد المالكي، ثم باب طريق يقص الكرة، وكريم غازي مرة أخرى وتمشي الكرة لمراد المالكي. مراد المالكي والتسديد من كمال زعيم، كانت تسديدة ضعيفة في دين الحارس خالد عزيز. ترجع الكرة من خالد عزيز، في استقبال الكرة جيزاني، فما شيء يقول الحكم، ترجع من جوار المناري، كرة طويلة، ثم الحرباوي، الحرباوي معاه كمال زعايم، ما توصلش الكرة لهجوم الترجي التونسي. كريم سعيدي يخير يحط الكرة في التماس لإسعاف أشرف الخلفاوي لاعب النادي الإفريقي، يتعرض إلى إصابة بعد هذه اللقطة. أتمنوا باش يقوم لاباس وسام بن يحيى، بالضبط بالضبط وسام بن يحيى فعلا رقم 13 شاف كفاوي على الميدان، لأن وسام بن يحيى هو الملقى على أرضية الميدان. طبعا باش يقع إسعافه خارج الأرضية، وفكرة عن ملعب المدينة الأولمبية 7 نوفمبر بيرادس، وطبعا كنت تشاهدوا في فرحة أنصار الترجي الرياضي التونسي بالهدف، وهذا طبعا أنصار النادي الإفريقي. طبعا أجواء رائقة في الحقيقة وممتعة هنا في الملعب 7 نوفمبر بيرادس، وأجواء إذا رياضية بين الفريقين سواء في المدارج أو على الميدان. وسام بن يحيى إذا يطلب العودة أمامكم، يلقى إسعافه، إذا هو بنفسه باش يتولى تنفيذ التماس. التماس إذا كريم السعيدي، كريم السعيدي وراضي الجعايدي، كريم السعيدي من جديد، خلي الكرة محمد المكشر، محمد المكشر، محمد المكشر، طارق سالم، طارق سالم في اتجاه المساوي معاه زياد البحيري، مساوي يضيع الكرة على المساوي، يمشي لجوهر المناري، جوهر المناري يبحث عن المعاضة يلقاه عن زياد البحيري، زياد البحيري يغير اتجاه اللعب على اليمين، فما كريم غازي معاه جمال حومة قبله بالراس ياخذ هذه الكرة، ترجع ترجع الكرة لخالد مولي، خالد مولي جمال الحومة والتوزيع والتدخل في المرة الأولى من خالد بدرة، فمجرب خلفاوي يضيع الكرة، تمشي اسكندر سويح، اسكندر سويح ومخالفة لاسكندر سويح، مخالفة ضد أشرف الخلفاوي، إعادة المخالفة اللي كانت حصل عليها اسكندر سويح في التنفيذ خالد بدرة. ترجع الكرة من جديد لصالح الترجي الرياضي التونسي، جوهر المناري، جوهر المناري، زياد البحيري، زياد البحيري، جوهر المناري يرجع بالكرة إلى حارس مرمى جون جاك تيزي، تقريب 40 دقيقة لعب، 5 دقائق مازال تفصل عن الوقت الأصلي لنهاية هذا الشوط الأول، والترجي متقدم بهدف مقابل لا شيء، الهدف كان بإمضاء اللاعب مراد المالكي في الدقيقة 32 من هذا الشوط. ترجع من جديد الكرة، لكن فما تسلل، فما تسلل قبل ذلك، إذا تسلل فما رفع راية من مساعد الحكم الأول دانيال بيجينيا، من مخالف تسلل لصالح الترجي الرياضي التونسي، تنفذ من راجل الرياضي الشعايدي، وترجع من جديد الكرة لصالح النادي الإفريقي، أشرف الخلفاوي، أشرف الخلفاوي معاه كمال زعايم، فما في المعاضدة وسام بن يحيى باهية، تمشي الكرة لخالد مولي، خالد مولي لطارق سالم من جهة اليسار معاه محمد القيزاني، طارق سالم تخرج الكرة، شكون المراقب المساعد حكم الفريق الأول، يقول ضربة مرمى يسار حتى رجله التونسي. طارق سالم، طارق سالم، محمد القيزاني
ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي. خالد بدرة مش يتولى تنفيذ الستة أمتار، تتنفذ من خالد بدرة طويلة محمدي الحربيض، يأخذ بالكرة تمشي بالراس مش بابتوري. كريم السعيد يرفع كرة عالية، محمد سليتي يمسك الكرة لكن تمشي راديش عادي. خالد مولهي حاول يعكس الهجوم جهة اليسار لصالح النادي الافريقي، والحكم يقول سيد إيريك بولا يقول مخالفة لصالح كريم غازي. الحوار بين خالد مولهي وكريم غازي مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. تتنفذ المخالفة، خالد بدرة، زياد البحايري، زياد البحايري جوهر المناري، وسام بن يحيى، كريم السعيدي، وسام بن يحيى من جديد، مشرف الخلفية تبع في زياد البحايري، مر الكرة للتوري، توصل الكرة طارق سالم، طارق سالم، طارق سالم، طارق سالم، متدخل من محمد الجيزاني، وياخذ الكرة المولهي، طارق سالم يضيع عليه الكرة من جديد، تمشي لمحمد الجيزاني، كرة دي في دفاع الترجي الرياضي التونسي، حاول يخرج من مناطقه، توصل كرة اسكندر سويح على اليسار، فما كامل زعيم، كامل زعيم، كامل زعيم، زياد البحايري، جوهر المناري، كريم غازي على اليمين، جعايدي، محمد الجيزاني، رادي جعايدي طويلة في اتجاه حمد الحرباوي، تدخل من كريم السعيدي وجميع الحومة في مرة ثانية، خالد مولهي، جمال الحومة أمام مراد المالكي، خير يرجع بالكرة لمحمد المكشر، محمد المكشر لكريم السعيدي، كريم السعيدي يتقدم بالكرة، حب يوصل توصل الكرة لنبيل المساوي، كان ما وصلتش نبيل المساوي، تدخل كان من راضي جعايدي، وحوار المدربين طبعا على الشاشة، أوسكار فيلور من جهة من جانب الترجي التونسي، ويوسف الزواوي اللي كان درب الترجي أشرف على حظوظه في لقاء الديربي، لقاء الذهاب بين النادي الإفريقي والترجي التونسي، كان أنذاك يشرف المدرب يوسف الزواوي على حظوظ الترجي الرياضي التونسي. تتنفذ الركنية، ترجع من اسكندر السويح، زعيم في اتجاه الحرباوي، جوهر المناري وكريم غازي، ما يخلطش على الكره، تخرج تماس، تماس لصالح النادي الافريقي. شعايد قبل محمد السليتي، جوهر المناري تقريبا 30 ثانيه تفصلنا عن الوقت الاصلي لنهايه هذا الشوط الاول، والترجي متقدم بهدف مقابل لا شيء، هدف كان بإمضاء مراد المالك، وهذه فرصة لصالح النادي الإفريقي، وفرصة التعديل، وهدف التعادل، هدف التعادل عن طريق محمد السليتي، كان توغل من جهة اليمنى من نبيل المساوي، سريع هذا اللاعب من جهة اليمنى يتوغل داخل مناطق الجزاء، يزعني راس زميله محمد السليتي، تعليق داخل مناطق جزاء الترجي التونسي، يعطي الكرة في تبقى محمد السليتي، ما يرفضش الهدية ويتمكن من تعديل النتيجة لصالح النادي الإفريقي، والتوقيت 45 دقيقة لعب، إذن هدف لهدف بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، وإعادة العملية، كان مجهود كبير من نبيل المساوي، أو ممكن نبيل المساوي من يتوغل داخل مناطق الجزاء، بمزيد البحاري يمهد لزميله في طبق محمد السليتي، اللي يتمكن اذا وجه لوجه كان مع الحارس جون جاك تيزي وغالته، ويتمكن من تعديل النتيجه لصالح النادي الافريقي، هدف لهدف، وطبعا دقيقه فقط في الوقت الاضافي. اذا امامكم الصوره، اضاف الحكم الفرنسي إيريك بولا، اذا مراد المالكي في الدقيقه 32، وفي الدقيقه 45 محمد السليتي لصالح
النادي الافريقي. وفي هذه اللحظه بالضبط اذا يعلن الحكم الفرنسي إريك بولا عن نهايه الشوط الاول بنتيجه التعادل بين النادي الافريقي والترجي التونسي. الترجي بادر بافتتاح النتيجه عن طريق مراد المالكي في الدقيقه 32، وفي اخر الشوط الاول يتمكن محمد السليتي من تعديل النتيجه لصالح النادي الافريقي. طبعا بقيه تحليل الشوط الاول لهذه المباراه تتابعوها في استوديو التحليل مع زميلنا حسني. نلتقي باذن الله مع بدايه الشوط الثاني، الى اللقاء. شكرا بكم. عوده الى الملعب 7 نوفمبر بيرادس. نتيجة الشوط الأول طبعا هدف لهدف بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. نذكركم بالأهداف، مراد المالكي كان افتتح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 32، ومحمد السليتي يتمكن من تعديل النتيجة لصالح النادي الإفريقي في الدقيقة 45، لأن تقريب 50 ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني وما فماش تغيير في تشكيلة الفريقين إلى حد الآن. كل مدرب حافظ على نفس تشكيلته. إعادة الأهداف، هذا هدف التعادل لصالح النادي الإفريقي. نذكركم بسرعة بتشكيلة الفريقين. بالنسبة إلى الترجي الرياضي التونسي، الفريق الضيف جون جاك تيزيي، محمد جيزاني، زيد البحيري، رضي جعايدي، خالد بدرة، جوهر المناري، مراد الملكي، كريم غازي، كمال زعيم، اسكندر السويح، وحمدي الحرباوي. بالنسبة إلى تشكيلة النادي الإفريقي، خالد عزيز، وسام بن يحيى، جمال حوم، محمد المكشر، كريم سعيدي، بابتوري، خالد مولي، أشرف الخلفاوي، طارق سالم، محمد السليتي، ونبيل الميساوي. ويدير هذه المباراة طاقم تحكيم فرنسي، حكم ساحة إريك بولا، يساعدوه كل من دانيال بيغينيا وفيليب بياغي. إذا دقيقة و50 ثانية منذ انطلاق هذا الشوط الثاني، والنتيجة هي نتيجة الشوط الأول، هدف لهدف بين الفريقين. الإطار طبعا الجولة السادسة إياب للبطولة الوطنية لكرة القدم. زياد البحايري، زياد البحايري، تدخل من خالد هو أمامكم، وسام بن يحيى، إذا المخالفة لوسام بن يحيى لصالح النادي الإفريقي. تنفذ بسرعة محمد المكشر، محمد المكشر، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى، كريم السعيدي، كريم السعيدي، وهفوا من كريم السعيدي، ويخرج الحارس قبل الحرباوي. خالد عزيز يبعد هذه الكرة، كانت قصيرة، حب يرجع الكرة إلى حارس مرماه كريم السعيدي، لكن الحمدي الحرباوي كاد يفتك هذه الكرة لولا يقظة الحارس خالد عزيز اللي خرج في الوقت المناسب. وتغييره أمامكم، هذا اللي باش يتم الآن بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. أموا دياكي أمامكم رقم 19 باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي التونسي. إذا التغيير باش يتم الآن قبل تنفيذ التماس. فعلا التغيير باش يتم الآن. إذا يخرج كريم غازي وياخذ مكانه أموا دياكي، وهو التغيير الأول في صفوف الترجي الرياضي التونسي. إذا اللاعب الجزائري كريم غازي يخرج ويخو مكان أموا دياكي، وهو التغيير الأول في هذه المباراة، والتغيير الأول بالنسبة إلى الترجي الرياضي التونسي. شفنا في اللعب بتماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. جوهر المناري، جوهر المناري، محمد الجيزاني، محمد الجيزاني، دياكي، مراد المالكي، ترجع من جمال الحومة، تمشي مباشرة لمحمد الجيزاني، محمد الجيزاني المناري، جوهر المناري، يرجع بالكرة لرضي الجعايدي، رضي الجعايدي الجيزاني، جيزاني، جيزاني مازال محافظ على كورته، وتخرج كرة تماس لصالح النادي الإفريقي. جمال الحومة في تنفيذ التماس من جديد، جمال الحومة توصل كرة طارق سالم، طارق سالم في اتجاه محمد السليتي، محمد السليتي، الحكم يقول ما فما شيء، ما فماش مخالفة، يتواصل اللاعب خالد بدرة، سويح، وتدخل من جمال الحومة أمام مراد المالكي. أمامكم جمال الحومة، ظهير أيسر النادي الإفريقي، عاد كرة في التماس، تماس
لصالح الترجي الرياضي التونسي. في التنفيذ محمد الجيزاني. محمد الجيزاني في تنفيذ التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. الاتجاه اسكندر السويح. ترجع من دفاع النادي الافريقي. بابتوري بالراس. يلمس الكرة السليتي. ثم نبيل مساوي كان راضي شعايد يرفع الكرة. تمشي الجوهر المناري. ثم مخالفة. كرة الحكم لصالح النادي الافريقي ضد راضي شعايدي. إريك بولا الحكم الفرنسي يدير هذه المباراة. حكم دولي منذ سنة 99 دار عديد المباريات الحاسمة في البطولة الفرنسية وكذلك في رابطة الأبطال الأوروبية. هذا الحكم إريك بولا. إذن في تنفيذ المخالفة طارق سالم. خالد مولي. خالد مولي باش يتولى تنفيذ هذه المخالفة حسب الموقع نتاعو. على كل فعلا خالد مولي سدد مباشرة في دين حارس جون جاك تيزي. ملاعب من النادي الافريقي محمد السليتي ملقى على ارضية الميدان. عاد للتسديدة كانت مباشرة من خالد المولي في اتجاه جون جاك تيزي. طبعا محمد السليتي باش يقع الاسعاف. طبعا محمد السليتي بالهدف اللي سجله اليوم يصبح في رصيده خمسة اهداف. طبعا خمسة اهداف ثلاثة اهداف مع النادي الافريقي منذ قدومه للنادي الافريقي سجل ثلاثة اهداف. طبعا خمسة اهداف مع الملعب التونسي. خمسة اهداف مع الملعب التونسي والنادي الافريقي. اذا خمسة اهداف بالنسبة لمحمد السليتي في رصيده الى حد الان في بطولة هذا الموسم. بينما مراد الملكي هو الهدف الثاني فقط منذ طريق الموسم اللي سجله مع فريق الترجي الرياضي التونسي. المناري جوهر المناري ودياكي معاه توري. دياكي في عليه تمشي طارق سالم. طارق سالم توصلش الكره لمحمد السليتي تقطع من جعايدي وطويله في اتجاه الحرباوي معاه وسام بن يحيى والدفاع بدني ظهير ايمن النادي الافريقي. امامكم وسام بن يحيى يحط الكره في التماس. زيد البحاري هو باش يتولى تنفيذ التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. تنفذ من زياد البحاري ترجع له من جديد يرفع كره عاليه داخل مناطق جزاء النادي الافريقي وترجع الكره لمراد المالكي يخليها تخرج تماس لصالح الترجي. محمد الجيزاني في تنفيذ التماس وتشجيعات متواصله من جانب انصار الفريقين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. محمد الجيزاني ينفذ التماس تمشي الكرة لإسكندر السويح تخرج من مناطق النادي الافريقي ويعاود ياخذ الكرة إسكندر السويح. إسكندر السويح يبحث عن معاضي يلقى عند جوهر المناري لازم يحافظ على كرة المناري. المناري في اتجاه مراد المالكي في اتجاه الحرباوي يسقط الحرباوي يقول مخالفة ضده الحكم إريك بولا. فما شيء ينبه على الحرباوي عادل العملية الأخيرة. التمرير كان من مراد المالكي يتيح حمدي الحرباوي ترجع الكرة بمخالفة لصالح النادي الإفريقي. إذا المخالفة ضد حمدي الحرباوي. تنفذ من خالد عزيز طويلة. محمد الجيزاني يسبق محمد السليتي يتحسن محمد السليتي على مخالفة. تتنفذ المخالفة في مشرف الخلفاوي معها زياد البحاري يحط الكرة في التماس. تماس لصالح النادي الافريقي.
تدخل زيد البحيري امام الخلفيه تنفذ التماس التماس من جديد لصالح النادي الافريقي. عشرف الخلفاوي تقطع من دفاع الترجي الذي ترجع من جديد لصالح النادي الافريقي. كرة محمد السليتي خارج المرمى هي التوزيع. محمد السليتي يخوش الكرة كما ينبغي بالراس وتخرج الكرة ضربة مرمى لصالح الترجي الذي التونسي. خمسة دقائق لعب تقريبا انطلاق هذا الشوط الثاني والتعادل إلى حد الآن التعادل هدف لهدف بين الفريقين. ورد المالكي في دقيقة 32 يفتتح النتيجة لصالح الترجي ويرد عليه محمد السليتي في دقيقة 45 من الشوط الأول. تماس لصالح النادي الإفريقي وسام بن يحيى مشيت ولا تنفيذ التماس لصالح النادي الإفريقي. وسام بن يحيى ترجع للكرة من جديد وسام بن يحيى مع اسكندر السويح. كريم السعيدي نبيل المساوي معاكسة حب يرجع الكرة لكن معاكسة ترجع لمناطق النادي الإفريقي لكن الكرة في حوزة ابناء الترجي. جاكي اسكندر السويح دياكي جوار المناري دياكي من جديد المناري ترجع له من جديد الكرة السويح اسكندر السويح زيد البحيري زعيم التوزيع ثم يقص الكرة جمال حومة قبل ما توصل مراد المالكي. محمد المكشر المخطئ من محمد المكشر ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. جوار المناري عمو دياكي اسكندر السويح محمد الجيزاني مودياكي وترجع راضي جعايدي مازال محافظ على كورته يراوغ راضي جعايدي وتضيع الكرة على راضي جعايدي تمشي مباشرة ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي. ممكن راضي جعايدي صاحب المحاولة الأخيرة لكن في الآخر تضيع عليه الكرة تخرج ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي في التنفيذ الحارس خالد عزيز. نفذ من خالد عزيز وفي التغطية راضي جعايدي ياخذ هذه الكرة قبل محمد السليتي تمشي الكرة لمحمد المكشر طويلة من محمد المكشر مع خالد بدرة قبل المساوي مباشرة في التماس. في تنفيذ التماس جمال رحومة خالد موله جمال رحومة وتماس من جديد لصالح النادي الافريقي. طارق سالم مازال محافظ على كورته. باب توري والتدخل من خالد بدرة تمشي زيد البحيري زيد البحيري مازال محافظ على كورته توصل الكرة دياكي ومراد المالكي ما فماش تسلل والتسديد جانبية والتدخل كان وسام بن يحيى تسديد عرضي من مراد المالكي لكن يتفتن وسام بن يحيى وحط الكرة في الركنية. هي عادة للتوغل من جهة اليمنى من مراد المالكي وزع داخل مناطق جزاء النادي الافريقي وسام بن يحيى خرج الكرة في الركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي. تنفذ من اسكندر السويح مباشرة خارج المرمى ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي. ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي. 9 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. النتيجة هدف لهدف بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. والاطار طبعا الجولة السادسة اياب البطولة الوطنية لكرة القدم. سعيدي كرة عالية ثم في التغطية راضي جعايدي تمشي الكرة لصالح النادي الافريقي التوزيع وما زالت ما خرجتش الكرة. الجيزاني يبعد الخطر من مناطق دفاعه ثم مخالفة لصالح النادي الافريقي. مخالفة لصالح النادي الافريقي تحس عليها جمال رحومة امامكم من مخالفة صار عليها الظهير الايسر للنادي الافريقي
تدخل من دفاع الترجي والتسديد كان من باب توري بعيد على مرمى حرج الجاكتيزي. العملية الأخيرة لمحمد الجيزاني على إثر هجوم من النادي الإفريقي من الجهة اليمنى، والتدخل كان من محمد الجيزاني في اللقطة الأخيرة تشاهدوا فيها على الشاشة. ضربة مرمى إذا تتنفذ من خالد بدرة طويلة، تمشي الخلفاوي أشرف الخلفاوي، أشرف الخلفاوي يضيع عليه الكرة حب يراوغ اسكندر سويح ومختم اسكندر سويح من سجل الحرباوي توري مباشرة لدفاع الترجي الذي تونسي والحارج وجاكتيزي. ربما نسق المباراة انخفض مقارنة بالشوط الأول. ترجع الكرة من جديد لزياد البحيري من جهة اليسرى مع جمال الحومة، وتقطع من وسام بن يحيى، باهية من وسام بن يحيى لكن مختها، تمشي زياد البحيري. جوهر المناري، جوهر المناري حب يغير اتجاه اللعب لكن بعيدة في الجهة اليمين على اسكندر سويح، تخرج تماسي صالح النادي الإفريقي. ثم تغيير في صفوف النادي الإفريقي في هذه اللحظة. إذن عصام التوجاني رقم 10 يخو مكان طارق سالم، وهو التغيير الأول بالنسبة إلى النادي الإفريقي. إذن يخرج طارق سالم يخو مكانه عصام التوجاني، تغيير بتغيير. كريم غازي خرج وخذ مكانه دياكي بالنسبة للترجي التونسي، وفي هذه اللحظة بالضبط إذا يخرج طارق سالم ويأخذ مكانه عصام التوجاني. مراد المالكي يتحسر على تماس، نفذ التماس تمشي لراضي جعايدي، راضي جعايدي طويلة من راضي جعايدي في اتجاه الحرباوي، معها محمد المكشر. مراد المالكي، مراد المالكي حاول يبعد على المكشر وجمال حومة، لكن التدخل هذا الأخير جمال حومة حط الكرة في التماس، تماس لصالح الترجي الذي تونسي. الجيزاني في التنفير المالكي لكن ما توصلش الجيزاني، تخرج الكرة تماس. يقول المساعد الحكم الأول لصالح الترجي الذي تونسي محمد الجيزاني في تنفيذ التماس. محمد الجيزاني دياكي، دياكي وتخرج الكرة، تخرج الكرة ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي. ما تحكمش في كرة دياكي، تنضيع الكرة، تخرج إذن ضربة مرمى. إعادة العملية الأخيرة دياكي كانت تجاوزت الخط النهائي من الملعب، تخرج ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي. أمامكم نبيل المساوي، ترجع الكرة بتماس لصالح الترجي الذي تونسي. زياد البحيري في تنفيذ التماس، زياد البحيري، زياد البحيري، اسكندر السويح كان يخير مرة الكرة الحرباوي، تخرج الكرة تماس لصالح النادي الإفريقي. وإريك بولا ينبه على حمدي الحرباوي، طالب بمخالفة على في اللقطة الأخيرة حمد الحرباوي. يرجع من زياد البحيري في المرة دي جعيدي بالرأس، كمال زعيم يرفع كرة عالية، محمد المكشر تخرج الكرة تماس، وسام بن يحيى يربح تماس بعد ما لمست الكرة اسكندر السويح، تماس لصالح النادي الإفريقي. تغيير من يمين اليسار جمال الحومة، من السعيد لجمال الحومة، توصل الكرة لخالد مولي، خالد مولي في اتجاه محمد السليتي في التغطية من خالد بدرة، خالد بدرة مباشرة يحط الكرة في التماس، تماس لصالح النادي الإفريقي. جمال الحومة في تنفيذ التماس، جمال الحومة
خالد ديليمول الذي عليه الكره وترجع من الراضي جعايدي تمشي لباب توري. فما سوء تفاهم بين باب توري ومكشر لكن توصل الكره لكريم السعيدي وتمشي للحارس خالد عزيز لكن ياخذها مراد الملك وذي عليه تمشي لاشرف الخلفاوي. جمال رحومه توري 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 تجاوز وسط الميدان وما فماش تسلل ويخرج تيزي يلمس الكره بيده خارج مناطق الجزاء والحكم إيريك بولا يقصي عن الميدان حسب القانون الاتحاد الدولي لكرة القدم. هو آخر مدافع جون جاك تيزي يخرج خارج مناطق الجزاء ويلمس الكرة بيده والقانون واضح وصريح في هذه اللقطة. إذن حكم إيريك بولا ما ترددش يقصي الحارس جون جاك تيزي عن الميدان مش يدخل طبعا رؤوف الراتوري الحارس الاحتياطي مش يخرج لاعب من الميدان لاعب ميدان بشقعة تغيير اضطراري مش يقوم بها المدرب اوسكار فولون من امامكم رؤوف الراتوري طبعا ورقة حمراء ومخالفة لصالح النادي الافريقي رؤوف الراتولي الشيخ مكانه في حراسة مرمى الترجي الرياضي التونسي أمام المدرب أوسكار فولر ربما يقعد إعادة العملية. نبيل المساوي جون جاك تيزي اعترض سبيل جون جاك تيزي خارج مناطق الجزاء يمس الكرة بيده طبعا هو اخر مدافع والحكم إيريك بولا يقصي عن الميدان ويعلن المخالفة لصالح النادي الافريقي. بن الراتولي الشيخ مكانه في حراسة مرمى الترجي الرياضي التونسي شكون اللاعب تعرف على اللاعب اللي باش يخرج كمال زعيم. اذا كمال زعيم يخرج ياخذ مكانه رؤوف الراتوري في حراسة مرمى الترجي الرياضي التونسي. بان باش يقعد يلعب 10 لاعبين الترجي الرياضي التونسي بعد اقصاء جون جاك تيزي من طرف الحكم الفرنسي إيريك بولا بعد ما لمس الكره خارج مناطق الجزاء كانت كره من المساوي خرج جون جاك تيزي خارج مناطق الجزاء والمس الكرة بيد وهو آخر مدافع والحكم إيريك بولا يقصي على الميدان. إذن باش يستأنف اللاعب بمخالفة لصالح النادي الإفريقي. إذن ويخرج بالتالي كمال زعيم والراتولي إذن نجدوه في حراسة مرمى الترجي الرياضي التونسي. خالد الملهي هو باش يتولى تنفيذ ضربة المخالفة لصالح النادي الإفريقي. مخالفة إذن لصالح النادي الإفريقي. خالد المولي خالد المولي وتصدم بالجدار الدفاعي للترجي الرياضي التونسي وترجع لحمدي الحرباوي في هذا الهجوم المعاكس لكن التغطية الدفاعية للنادي الإفريقي وترجع من جديد لصالح الترجي. وفما ورقة صفراء ورقة صفراء ضد عصام التوجاني بعد تدخله أمام مراد المالكي. والورقة الصفراء الثانية في هذه المباراة. إذا عصام التوجاني يعني تحصل على ورقة الصفراء. إذا الورقة الصفراء الأولى كانت من جانب الترجي الرياضي التونسي حصل عليها زياد البحايري زوج ورقات صفراء إلى حد الآن مع إقصاء جون جاك تيزي جانب الترجي الرياضي التونسي خذا مكان رؤوف الراتولي يعني مخرج كمال زعيم والترجي يلعب 10 لاعبين تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. زياد البحايري في تنفيذ التماس يرفع كوره زياد البحايري طويله لبرا تبعها الحارس خالد عزيز كان تخرج ضربه مرمى لصالح النادي الافريقي. تقريب 70 دقيقة لعب في هذه المباراة
والتعادل إلى حد الآن هدف لهدف بين النادي الإفريقي والترجي النادي التونسي. ترجي بدر بفتح النتيجة عن طريق مراد المالكي في دقيقة 32، ومحمد السليدي تمكن من تعديل النتيجة صالح النادي الإفريقي في دقيقة 45. توري تقطع من زياد البحيري ترجع من جديد لصالح النادي الإفريقي وسام بن يحيى. عصام التوجاني توري فماش تسلل والتسديد من محمد السليتي، تسديد كان وحده دون رقابة محمد السليتي، والتسديد بقوة فوق مرمى حارس رؤوف الراتولي، أي عادل العملية. فرصة سانحة للتسجيل لصالح النادي الإفريقي، ما استغلهاش اللاعب محمد السليتي ويسدد بقوة كان بعيدة على مرمى الحارس رؤوف الراتولي. كريم السعيدي لحارس مرمى خالد عزيز. كريم السعيدي طويلة ومخالفة هذه المرة ضد محمد السليتي. خلف ضد محمد السليتي لصالح الترجي الرياضي التونسي. إعادة للعملية الأخيرة، فرصة سانحة للتسجيل لصالح النادي الإفريقي، لكن محمد السليتي تسديده كانت بعيدة على مرمى الحارس رؤوف الراتولي. إذن قلت مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي، تنفذ من خالد بدرة، ترجع من كريم السعيدي. إعادة تنفيذ المخالفة يقول الحكم الفرنسي إيريك بولا. يعاد تنفيذ المخالفة لصالح الترجي. جيزاني جوهر المناري، الجيزاني من جديد فك له الكرة المولي تمشي لتوري خلفاوي، أشرف الخلفاوي كرة في اتجاه محمد السليتي ومعه خالد بدرة، وخالد بدرة يخير يحط الكرة في التماس خلف الأضرار بالنسبة لمدافع الترجي الذي تونس، يحط الكرة في التماس. إعادة العملية الأخيرة لصالح النادي الإفريقي. جمال الحومة حاول يتوغل على اليسار ويوزع، وتدخل من دفاع الترجي الرياضي التونسي عن طريق بدرة ثم الشعايدي، تخرج الكرة تماس لصالح النادي الإفريقي. يحاول النادي الإفريقي يستغل النقص العددي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، يحاول يضغط على دفاع الترجي. الكرة لعصام التوجاني، كريم السعيدي يقدم بالكرة. كريم السعيدي يفركس في الحلول، فما توري لكن قبله زياد بحاري بعد هذه الكرة عالية، فما اسكندر السويح معاه جمال الحومة، والحكم يقول مخالفة ضد اسكندر السويح لصالح مدافع النادي الإفريقي. تتنفذ المخالفة، جمال الحومة إعادة. كنت تشاهدوا للقطة الأخيرة أعلن فيها الحكم الفرنسي مخالفة لصالح النادي الإفريقي. ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. دياكي في هذا الهجوم وعكس لصالح الترجي الرياضي التونسي، عمو دياكي ومعه خالد المولي، يرجع بالكرة لمحمد الجيزاني. محمد الجيزاني في اتجاه اسكندر السويح، والتدخل من جمال الحومة، ترجع الكرة لصالح النادي الإفريقي وتسلل. مرة هذه نبيل المساوي في موقع تسلل، والراية من مساعد الحكم الثاني فيليب بياغي. تنفذ مخالفة التسلل. زياد البحايري في اتجاه حمدي الحرباوي ومعه كريم السعيدي. حمدي الحرباوي، حوار ما بين الحرباوي والسعيدي، يحاول يبعد على السعيدي لكن يدخل الحرباوي في مرة أولى، ويرجع الكرة لدياكي. دياكي سويح
السويح، السويح هو اللي يبعد على جمال الحومة، مازالت عند الكرة، غير اتجاه لاعب على اليسار زيد البحايري، زيد البحايري فما الملكي يطلب في الكرة، توصل له مراد الملكي، يوزع مراد المالكي وترجع الكرة من جمال الحومة من جديد زيد البحايري، مراد المالكي ما توصلش الكرة زيد البحايري، تعكس الهجوم لصالح النادي الافريقي، عصام التوجاني، عصام التوجاني، عصام التوجاني، وتمريرته مخطئة وتقطع من دفاع الترجي الرياضي التونسي تحديدا من جور المناري، ترجع له الكرة من جديد جور المناري، جور المناري امامه باب توري، جور المناري وتسلل، ثم راية من المساعد الحكم الاول حمدي الحرباوي كان في موقع تسلل، ممكن المساعد الحكم الاول دانيال بيغنيا نفذ مخالفة التسلل، تمشي الكرة بابتوري، بابتوري، بابتوري وتسلل، تسلل محمد السليتي كان في تسلل، 75 دقيقة لعب في هذه المباراة والتعادل هدف لهدف بين الفريقين. مالكي للترجي في الدقيقة 32 والسليتي للإفريقي في الدقيقة 45. دياكي سويح، دياكي من جديد، سويح، سويح معاه توري، بعد على توري مازال محافظ على كورته، مازال محافظ على كورته اسكندر سويح، دياكي المناري، أما البحايري يطلب في الكرة على اليسار توصل له البحايري، لكن مخطئ من البحايري، مش الأشرف الخلفاوي ياخذها جوهر المناري وتمشي لمراد المالكي ويسدد مراد المالكي بعيدة على مرمى الحارس خالد عزيز، ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي، وتشاهدوا في اوسكار فولر طبعا مش راضي على مردود الترجي الرياضي التونسي على التسديدة الأخيرة من مراد المالكي، ترجع من جديد الكرة لصالح النادي الافريقي توري، زياد البحايري ياخذ هذه الكرة، زياد البحايري في اتجاه اسكندر سويح لكن قبله جمال رحومة والجيزاني يقطع هذه الكرة يرفعها عالية وتوري بالراس، زياد البحايري يرد عليه بالراس كذلك، وترجع من جديد لصالح النادي الافريقي والتدخل من زياد البحايري تماس لصالح النادي الافريقي، زياد البحايري نفذ التماس، عصام التوجاني يغير اتجاه اللاعب على اليسار فما جمال رحومة، جمال رحومة، جمال رحومة زال حافظ على كورته يحاول يسدد هو يساري وحاول يسدد باليمين امامكم جمال رحومة، لكن كورته جانبية كانت قوية مرت جانبية على الحارس رؤوف الراتوري، مدرب النادي الافريقي يوسف الزواوي يعرف مليح الترجي الرياضي التونسي، دربوا على مدى مواسم عديدة وأحرز معاه عديد الكؤوس والبطولات، يعرف طبعا دق التفاصيل على الترجي الرياضي التونسي، وهو كذلك كان مدرب الترجي الرياضي التونسي في مرحلة الذهاب لهذا الموسم، طبعا في مرحلة الإياب نجدوه على بنك احتياطي النادي الإفريقي، أشرف الخلفاوي ومعاه رضي الجعادي، جوهر المناري، دياكي، دياكي، جوهر المناري، اسكندر السويح، اسكندر السويح، محمد مكشر لكن مخطة تمشي لجوهر المناري على اليمين مع توري، جوهر المناري فركس في الحلول، ثم اسكندر السويح ياخذ هذه الكرة، اسكندر السويح حاول يوزع لكن تقطع من محمد مكشر، محمد مكشر لعصام التوجاني وياخذ كرة قبل زياد البحايري لكن تضيع على نبيل المساوي، يقابله خالد بدرة المخالفة لزياد البحايري أمامكم بصراحة الترجي الرياضي التونسي، مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي، في التنفيذ زياد البحايري أمامكم التوقيت تقريب 8 دقيقة لعب في هذه المباراة، 10 دقائق تقريبا زدت تفصيل على الوقت الأصلي لهذه المباراة والتعادل إلى حد الآن هدف لهدف بين الفريقين، الإطار طبعا الجولة السادسة إياب البطولة الوطنية كرة القدم
صاحب المركز الاول الترجي الرياضي التونسي، صاحب المركز الثالث النادي الافريقي في لقاء تقليدي كلاسيكي بين هذين الناديين، وحضور جماهيري مكثف وروح رياضيه عاليه على المدارج وكذلك على ارضيه الميدان. ومخالفه لصالح الترجي الرياضي التونسي، اسكندر السويح في تنفيذ هذه المخالفه، نفذ من اسكندر السويح في اتجاه مراد المالكي، يرفع الكره داخل مناطق جزاء النادي الافريقي، والتدخل من خالد الملي ومعهم امو دياكي مرحومه يبعد الخطر على مناطق الدفاع، لكن محمد الجزان يقطع هذه الكره مع اشرف الخلفاوي، توصل الكره لصالح الترجي الرياضي التونسي والتسديد من حمدي الحربوي ضعيفه، تمشي مباشره لجديد الحارس خالد عزيز يرجع هذه الكره. الحكم ما فماش مخالفه، ترجع من جوهر المناري، تخرج الكره تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. محمد المكشر احمر دفاع النادي الافريقي الثنائي في الحقيقه شكله مع زميله كريم السعيدي، ترجع الكره لاسكندر السويح، تدخل من جمال الرحومه، فرض محاصره لصيقه في هذه اللقطه على اللاعب اسكندر السويح، صانع العاب الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراه وفي جميع المباريات تقريبا. ترجع الكره من جديد لصالح الترجي الرياضي التونسي، محمد الجزاني في تنفيذ التماس، محمد الجزاني يستعد، تمشي الكره السويح ضيع على الترجي الرياضي التونسي، اشرف الخلفاوي يتحسن على التماس نفذ بسرعه، خالد الملي المكشر، جمال رحومه، جمال رحومه المكشر يتقدم بالكره، توري عصام التوجاني، قبل ما تخرج التماس يخلط عليها عصام التوجاني، ثم كريم السعيدي، محمد المكشر، محمد المكشر، جمال رحومه في على اشرف الخلفاوي، تعكس الهجوم لصالح الترجي الرياضي التونسي، حمدي الحرباوي، مراد المالكي، مراد المالكي ما توصلش الكره دياكي وترجع له من جديد الكره، ثم مراد المالكي على اليمين، مراد المالكي، مراد المالكي يتبع فيه محمد المكشري، يحط الكره في التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي، تماس لصالح الترجي، اللقطه الاخيره عصام التوجاني ياخذ هذه الكره على الخط النهائي للملعب، تخرج تماس، تنفيذ التماس كادر السويح، اشرف الخلفاوي، تخرج الكره تماس من جديد لصالح النادي الافريقي، تماس من جديد لصالح الترجي الرياضي التونسي، جوهر المناري في تنفيذ التماس، اسكندر السويح، تدخل من جمال الحومه، ترجع الكره بمخالفه لصالح النادي الافريقي، مخالفه لصالح خالد البولي، ثم لاعب من الترجي الرياضي التونسي ملقى على ارضيه الميدان، اسكندر السويح فعلا تعرض الى اصابه، شيقة اسعافه خارج الميدان، اسكندر السويح عاد هدف الترجي الرياضي التونسي وهدف التعادل، محمد السليتي ونتيجة الشوط الأول هدف لهدف بين الفريقين إلى حد الآن. طبعا يخرج اسكندر السويح لتلقي الاسعافات باش يستأنف اللاعب بمخالفه لصالح النادي الافريقي، فما تغيير في صفوف النادي الافريقي، اشرف الخلفاوي اذا يخرج
ياخو مكانه. شكري الزعلاني وأنيس القروي ياخو مكان نبيل المساوي. زوج تغييرات خليهم المدرب يوسف الزواوي في هذه اللحظة. أنيس القروي وشكري الزعلاني ياخذوا مكان نبيل المساوي وأشرف الخلفاوي. استوفى النادي الفرق تغييراته القانونية بين من الترجي الرياضي التونسي قام بتغييرين. تغيير أول هو خروج كريم غازي ودخول أموا دياكي، وتغيير اضطراري. علاش اضطراري؟ لأنه وقع إقصاء جون جاك تيزيي بعد ما لمس الكرة خارج منطقة جزاء بيتو، كان هو آخر مدافع أمام محمد السليت. إذا يقع إقصاء من الحكم إيريك بولا أن يخرج تيزيي لمس الميدان. روف راتوني باش ياخذ مكانه، طبعا لازم لاعب حارس مرمى ياخذ مكانه. روف راتوني خذ مكانه في حراسة المرمى، وطبعا مضطر الترجي الرياضي التونسي باش يخرج لاعب. يخرج كمال زعيم يلعب الترجي بعشرة لاعبين، طبعا بعشرة لاعبين بعد إقصاء طبعا جون جاك تيزي. وأمامكم النتيجة هدف لهدف، أقل من أربع دقائق من تفصلنا عن الوقت الأصلي لهذه المباراة، مباراة الجولة السادسة أيام البطولة الوطنية لكرة القدم، ومخالفة يتحصل عليها اسكندر الصويح لصالح الترجي الرياضي التونسي. مخالفة إذن لصالح الترجي الرياضي التونسي منكم اسكندر الصويح. تنفيذ نفس اللاعب اسكندر الصويح منكم الحارس خالد عزيز. حوار بين كريم السعيدي وراضي الجعايدي في التنفيذ. اسكندر السويح ينفذ اسكندر السويح مباشرة في دين حارس خالد عزيز. يمشي الكرة لخالد مولي، المخالف يقول ضد خالد مولي الحكم الفرنسي ريكولا لصالح جوهر المناري. إعادة العملية الأخيرة والمخالفة يتحصل عليها الترجي الرياضي التونسي في التنفيذ. اسكندر السويح، اسكندر السويح في تنفيذ هذه المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي على مستوى منتصف الميدان تقريبا. اسكندر السويح في اتجاه دياكي، دياكي معاه جمال الرحومة، دياكي يبعد على الرحومة يحاول يمرر للحرباوي ولكن فما المكشر في التغطية. السليتي ما فما حد، ترجع من جديد صالح الترجي الرياضي التونسي حمدي الحرباوي. المناري لدياكي، دياكي مازال محافظ على كورته. مراد المالكي لاسكندر السويح، اسكندر السويح حب يرفع الكره لكن تصدم بالجمال حوله وترجع الجمال حومه، ترجع له من جديد. تمشي محمد الجيزاني، محمد الجيزاني يغير اتجاه اللاعب. يجد خالد بدره في الرواق الايسر معها نيس القروي، لكن فما مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي، مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. خالد بدر أمام الكرة، يخلي الكرة لمراد المالكي بدوره باش يخليها لزميله اسكندر الصويح لتنفيذ هذه المخالفة. قل من دقيقة تقريبا ستفصلنا على نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة، والتعادل إلى حد الآن هدف لهدف بين الفريقين ونتيجة الشوط الأول. جوهر المناري ترجع الكرة لصالح النادي الإفريقي، ومخالفة، مخالفة لصالح النادي الإفريقي حصل عليها وسام بن يحيى. تتنفذ المخالفة بسرعة، كريم السعيدي غير اتجاه اللاعب على اليسار. جمال الرحومة، جمال الرحومة، جمال الرحومة، عصام التوجاني، عصام التوجاني يوزع، عصام التوجاني وتدخل من دفاع الترجي الرياضي التونسي يحط الكرة في التماس.
تماس كان تدخل من جوه المناري امام محمد السليتي، يحط الكره تماس، يحط الكره في الركنيه عفوا، ركنيه لصالح النادي الافريقي. الوقت الاصلي انتهى لهذه المباراه. نتبعوا هذه الركنيه، يخرج الراتولي يبعد الكره تمشي مباشرة في ديب حارس الراتولي. خمسة دقائق وقت إضافي، إذا أضافهم الحكم الفرنسي إيريك كولا في هذا الشوط الثاني. من خمسة دقائق وقت إضافي في نهاية هذا الشوط الثاني، وكرة تخرج تماس لصالح النادي الإفريقي. نفذ التماس، تماس يدخل أنيس القروي رقم 9 أمامكم، وتخرج الكرة تماس هذه المرة لصالح الترجي الرياضي التونسي أمامكم المدرب يوسف الزواوي. زياد البحاري في تنفيذ التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. مرة أخرى ترجع له زياد البحاري، يرفع كرة عالية كريم السعيدي، خلف يقول الحكم إيريك كولا لصالح الترجي الرياضي التونسي. التوصيات طبعا الأخيرة مدرب يوسف الزواوي للاعبين في هذا الوقت الإضافي لهذه المباراة. وقت إضافي 5 دقائق، مروا تقريبا دقيقة و40 ثانية هذا الوقت الإضافي. كريم السعيدي توري مخت، ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. ولا مناري، زيد البحاري في اتجاه الحرباوي، لكن قبل كريم السعيدي يحط الكره في التماس، تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. والتغيير بالنسبه للترجي الرياضي التونسي باش يتم الان، حمد الحباوي من يخرج ويخرج مكانه عصام جمعة. ننتظر في الحوار بين الحكم الرابع عماد زهمول والمدرب أوسكار فيلون. عصام جمعة باش يخرج مكان لاعب آخر، كنا ننتظر الكل باش يستانف اللاعب، باش يتم التعويض بعد حين، مش باش يتم الان. يتنفذ التماس، فما مراد المالكي، ترجع من دفاع النادي الافريقي. وسام بن يحيى ما توصلش الكره لانيس القروي، فما في التغطيه رديتش عايدي، ومخالفه لصالح الترجي الرياضي التونسي ضد انيس القروي. باش يتم الان، باش يخرج فعلا حمدي الحرباوي، باش ياخذ مكانه عصام جمعه. معكم عصام جمعه، كان مسجل ثنائيه في اللقاء المتاخر الجولة الخامسة للبطولة الوطنية للكرة من نادي وادي السباقسي يوم الأربعاء الماضي في ملعب أولمبي بالمنزه. إذا يخرج حمدي الحربي ياخذ مكانه عصام جمعة. نفذ المخالفة طويلة كانت من خالد بدرة بعيدة على دياكي، تخرج مباشرة ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي. 4 دقائق في الوقت الاضافي هذا الشوط الثاني، الحكم اضاف 5 دقائق، يمروا 4 دقائق 15 ثانيه تقريبا. تمشي الكره لصالح الترجي الرياضي التونسي. عصام جمعه يتحصل على مخالفه لصالح الترجي الرياضي التونسي. عصام جمعه دخل منذ لحظات مكان زميله حمدي الحرباوي. مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي، ربما المخالفة الأخيرة في هذه المباراة. اسكندر السويح أمام الكرة في تنفيذ هذه المخالفة، فما خالد بدرة
خالد بدر واسكندر سويح امام الكره، ربما شقة تسديد الكره بكل قوه من خالد بدر. كنا ننتظر خالد بدر يستعد يسدد وتصدم بالجدار الدفاعي للنادي الافريقي، وترجع من جديد لصالح الترجي التونسي. جوهر المناري يرفع كره عاليه وترجع من كريم السعيدي. كريم السعيدي، جوهر المناري، محمد الجيزاني. وفي هذه اللحظه بالضبط يعلن الحكم الفرنسي ايريك بولا نهايه مباراه النادي الافريقي والترجي التونسي بنتيجه التعادل هدف لهدف. الترجي بدر بيفتح النتيجه عن طريق مراد المالكي في الدقيقه 32، ومحمد السليتي تمكن من تعديل النتيجه لصالح النادي الافريقي في الدقيقه 45. وتشاهدوا مع بعضنا في الزوز اهداف لهذه المباراه اللي سجلوا في الشوط الاول. سيداتي وسادتي، نعود الى سيداتي المركزيه مع التحليل الفني لهذا الشوط الثاني من المباراه مع زميل حسني زغدودي. شكرا، يعطيك الصحة زميل.